اليوم جايين للدور يطالبون فهم يلدون وظائف وهم ناس عندهم خريجين وعندهم شهايد فهم قاعدين اول الدور اعطوا شهداء 2500 شهيد وعلى عمود هاي الديره وعلى عمود ديره الوطن فهم ما استفادوا من دون العشائر ما استفادوا للدور فالناس توظفت بديرتهم وهم لا ساعدهم لا شغل ولا عمل والله ضالين حال تامل تظاهرات سلميه وسلميه بكل حقوقها لان احنا بالنسبه لنا ما انصفتنا الحكومه لا بالتعيينات ولا بكل شيء نريد التعاون من الدولة بخصوص هذا الشباب اللي صار هالسنين هاي بدون لا عمل ولا أي شيء تعينها بوسائل الحياة. بالنسبة لتظاهرة الدور مطالب مشروعة حقوقها الشرعي وبعرضها لأن شبابها اسمع شون لا 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 عمل لا وظيفة لا فد شيء اسمع شون ناس يعني وصلت في المجاعة فهم هذا حقهم ديرتهم حقهم اسمع شون وطلب مشروع يعني يبغون 3 أيام 4 أيام شهر منا لو نحصل حقوقهم المشروعة. هلا هي أبوي.